أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وسهرة جميلة مباركة من برنامج الكرمة المباشر. كل عام وأنتم بخير وسلام مع المسيح المصلوب المقام. فالمسيح قام، نعم بالحقيقة قام. ففي وسط هذه الظروف الصعبة والمؤلمة التي يمر بها عالمنا، نعيش ونحن بحق نعيش ليس أسبوعا واحدا للآلام، ولكن أسابيع كثيرة وأيام. فمن من يشعر بضيق وحزن واضطراب وقلق واكتئاب وغيرها كثير من المشاعر المؤلمة المؤسفة. وفي نفس هذا الوقت من كل عام تأتي لنا ذكرى رائعة، هي موت وصلب وقيامة الرب يسوع، له كل المجد لأنه المسيح قام وصار باكورة للراقدين. فتهب علينا نسمات حياة ونغمات أفراح وترنيمات نصرة وغلبة تعطينا الكثير من الإيمان والرجاء والحياة. وفي نفس هذا الوقت تزايد الأسئلة وتكثر من البعض، يقولون لماذا صلب المسيح وهو البار الذي لم يعرف خطية ولم يوجد في فمه غش؟ لماذا صلب على صليب العار؟ أنه مكتوب أنه ملعون كل من علق على خشبة. يا ترى لماذا لم يرسل الله ملاكا أو رئيس ملائكة أو نبي أو رسول ليموت ويصلب بدلا عنا؟ لماذا لم يدافع المسيح عن نفسه؟ لماذا تركهم يصلبوه ويقتلوه بهذه الطريقة البشعة؟ نحن كمسيحيون نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والمسيح مات، فهل الله يموت؟ لماذا قيامة؟ ألا تكفي حياة رائعة عاشها المسيح وموتا على الصليب؟ لماذا قيامة وما ضرورتها؟ ويا ترى ما أهمية القيامة للمؤمنين بالمسيح في يومنا هذا؟ هذا ما سنعرفه في سهرة رائعة. الرب النهاردة باركنا بضيوف رائعين جايين يعيدوا علينا وعلى حضراتكم في البيوت، كابل رائع جدا طالما الله استخدمه في قناة الكرمة، لكن هم لأول مرة بيشرفونا في برنامج الكرمة المباشر. الكابل تعالوا بينا نقرب ونعرف مين الرب النهاردة جايب يستخدمه في وسطينا. جايب لنا الرب النهاردة موهبة رائعة طالما انتوا فعلا اتمتعتوا بيها، الأخت لورا البازي الرائعة المباركة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أخت ليديا، أنا لي الشرف أنه أكون للمرة الأولى في برنامج الكرمة مباشر، وحابة أعيد عليك وعلى كل المشاهدين اللي بيتابعونا في كل العالم، وحابة أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وحابة أوجه رسالة، أنا آثورية، أنا مش آثورية actually، أنا كالديان، بس حابة أوجه رسالة بالآثوري لكل الأحباء الآثوريين ككلا مخبة بين أمرنا أخن يدوخن بريخة وماريا بارخلو أخن كتخة دي البغزاين هدية وقد يتوخ أمرخ ترانيم يتوخ مشبخخ ماريا قوقالا فكوتشيتا وبلبه خديه وبصيحه. المسيح قام، امين، حقا بالحقيقه قام. ومعنا كمان ايضا الاخ الخادم الرب المبارك الاخ جوني البازي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اخت ليديا، وكل عام انت بالف خير، وكل الاحبه المشاهدين اللي يتابعونا بالمباث بالماشر او بالاعاده كل سنه وانتم طيبين. وان كان مثل ما تفضلت الاخت ليديا أسبوع الآلام، لكنه إحنا نعلم أنه نهاية هذا الأسبوع هو فجر يوم الأحد قيامة رب يسوع من بين الأموات. راح نتكلم عن آلام المسيح، لكن إحنا مبتهجين لأنه فادينا ومخلصنا، مثل ما قال الملاك لمريم، لماذا أو المريمات لماذا تطلبن الحي من بين الأموات؟ ليس ها هو هنا لكنه قام. فالمسيح قام
الحقيقة إكريستوس أنيستي أنيسوس أنيستي. آمين آمين. والكتاب وصانا في مزمور 100 وقال: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، احمدوا باركوا اسمه، لأن رب صالح ولأن إلى الأبد رحمته. تعالوا بنا النهاردة ننسى همومنا ومشاكلنا وأتعبنا وضيقات اللي احنا بنمر بيها كلنا، وتعالوا النهاردة نسبح الرب لأنه مستحق. تعالوا نسبح الرب لأنه فعلا إلى الأبد إلى الأبد رحمته. تفضل يا أخت لورا. آمين آمين آمين. خلينا ندخل إلى محضر الرب. ارفع قلبك الآن، قل لي يا رب أنا جاي على حساب دم ابنك الذي طهرني، الذي حمل كل خطاياي، الذي ألبسني ثياب الخلاص. أنا أفرح أفرح بالرب مخلصي، أفرح بيك، لأن أنت أجلستني مع أشراف شعبك، أنت رعية ليس آخر، لذا قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. أنت حي فيلذ له تسبيحي، وأنا أفرح بالرب. اشتركوا
مجدا للحمال قائما متواجا مجدا الذي قمت مكتوب أنه قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع له المجد له السلطان له القوة والعظمة لذا نهتف ونقول أنت الحامل المذبوح جالس عن يمين الآب لك المجد والسلطان يا يسوع أنت الحامل المذبوح جالس عن يمين الآب لك المجد والسلطان يا استقصاء اسمك عالي فوق الكل فوق كل ذي سلطان ليس لعظماتك استقصاء يا يسوع
حق يا الله أن نغني لك، مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك. مجدا هو مستحق. في رؤية 5:12 الكتاب يقول كل من كان حول العرش كانوا يترنمون بترنيمة جديدة وهي مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، مستحق هو الخروف المذبوح. أهلا بكم مرة أخرى، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. خلينا نبتدي قصة من الأول. بداية حياة المسيح كانت بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم، وطبعا المسيح ولد بدون درع بشر، كانت معجزة بداية حياته. لكن أيضا استمرت المعجزات في حياة الرب يسوع، كان يصنع المعجزات وكان يقول يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كانت له حياة بدون خطية، كان شخصا بارا تقيا. أيضا كان انتهت حياته نهاية مأساوية، كان هناك شهود زور، تهم ملفقة، أيضا أتوا بخيانة الأصحاب منهم يهوذا. ولكن بعد كل هذا حكمت المحكمة بموت المدعو يسوع المسيح صلبا على خشبة صليب العار. نهاية مأساوية بالفعل لم يتوقعها أقرب الأقرباء. على الفرد بطرس قال للرب يسوع عندما أخبره عن موت وصلبه وقيامته، قال له حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. والسؤال اللي بيطرح نفسه أخي جوني، يا ترى لماذا صلب المسيح؟ إيه الضرورة وإيه الحتمية أنه المسيح يصلب؟ حياته كانت رائعة جدا، كان ممكن يموت زي أي شخص بيموت، موت عادية وجميلة وفي سريره زي ما بيقولوا، فيش أروع من كده. لماذا الصليب؟ أخت ليديا، مثل ما ولادة المسيح لم تكن من باب الصدفة، يعني المسيح لم يولد من باب الصدفة. ولادة المسيح تنبأ عنها وكانت مرسومة منذ الأزل. صحيح. حتى قبل أن يسقط آدم وحواء في الخطية ويسقط الإنسان بالتالي نتيجة عصيانهم لكلمة الله. كما أن ولادة المسيح لم تكن من باب الصدفة لكن كان ترتيب إلهي. صلب المسيح الطريقة التي ينبغي، وأنا أقصد كلمة ينبغي وهي مش من عندي، لكن الرب يسوع قال ينبغي. صلب المسيح الطريقة كان ينبغي أن تكون على الصليب. فالمسيح لم يفاجأ بهذه الطريقة، ولا اليهود رتبوا الموضوع، ولا الرومان اختاروا الطريقة ليموت بها الرب يسوع، لكنه الكل مرتب بمشورة الله، ليس من باب الصدفة لكن ترتيب إلهي بحت بكل التفاصيل بكل دقة، بحيث الألم والجلدات وطريقة الصلب، طريقة الثياب، حتى ثياب المسيح، حتى الطريقة اللي عري بيها والطريقة اللي الناس تداولوا، يعني الجنود كيف يعني they dealt with الملابس، على لباسي ألقوا قرعة. يعني تفاصيل دقيقة جدا، لأنه الحدث هو أهم حدث في التاريخ. أنا بالنسبة لي لا أقلل من قيمة الميلاد، لكنه الصلب هو تكملة للميلاد، كما أنه القيامة هي تكملة وشهادة للموت، موت المسيح، وراح نتكلم عنها يعني تباعا. لكن خليني أقرأ أعداد بسيطة من سفر أعمال الرسل وإصحاح الثاني والعدد 22. وابتدأ بطرس يجاهر، امتلأ من الروح القدس، هذا اللي كان خايف اللي أنكر، امتلأ بالروح القدس وابتدأ يكلم قادة اليهود. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري، كان معروف عندهم طبعا. يسوع الناصري،
رجل قد تبرها لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون هذا. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة. يعني لو عدينا الكلمات اللي حاول بطرس الروح القدس من خلال بطرس يحطها أمامنا، مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه المسبق أو السابق وبأيدي. هنا أجى تنفيذ، يعني المشورة كانت من الله ومحتومة، محسوبة، حتمية، يجب، ينبغي، وفي علم الله السابق رتب كل هذا الموضوع، لكن التنفيذ كان بين اليهود، تنفيذ هذه المشيئة والمشورة والأمم، والمسيح هو الشخص اللي راح يتم هذا الحكم عليه. وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، بعدين دي يتكلم الذي أقامه الله بمشورة الذي أقامه الله ناقضا أو جاء الموت وإذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، هاي راح أتكلم عنها بالقيامة. لذلك لماذا الصلب؟ لأنه هي مشورة الله، هي خطة الله، هي الحل الوحيد لاسترداد الإنسان. الإنسان مات في آدم، والموت سرى لكل الناس بخطية واحدة، دخلت الخطية إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فنحن نخطئ لأنه متنا، لأنه إحنا أموات بالذنوب والخطايا. فالإنسان محتاج إلى الحياة، الإنسان محتاج أن يعود يكون إنسان أو كائن حي، هو ميت. بولس بالرسالة الثانية، الرسالة لأفسس والأصحاح الثاني، يخاطب أهل أفسس، إذ كنتم أموات بالذنوب. شوفي، ما قالش إذ كنتم عصاة، ما قالش إذ كنتم خطاة، لا، الحالة الروحية أمام الله هي أموات بالذنوب والخطايا. فالموت يعطي حياة، صحيح، صلب المسيح ينتج حياة. حضرتك قلت حاجة وكنت عايزة أقف عندها، بعلم الله السابق، تقصد أن المسيح ما اتخدش غدر، يعني مش جم مرة واحدة وخدوه وكان غصب عنه؟ لأنه ناس كتيرة بتقول أنه طب ليه ما دافعش عن نفسه، ليه استسلم لهم؟ يعني أي شخص طبيعي لو جايين بياخدوه بطريقة معينة، على الأقل لو ما عملش حركة معينة يقدر يفلت منهم، يهرب أو حاجة، على الأقل بلسانه يقول لهم أنا بريء، أنا ما عملتش حاجة. فإذا حضرتك بتقول حاجة خطيرة جدا، أنه كتاب بيأكد لنا بيها كلام ده، أنه المسيح ما اتخدش غدر، ما كانش شخص ضعيف، ما كانش شخص مستسلم تماما، لكن هو كان عارف هو جه علشان يموت، عشان في هدف قدامه، هو كان عارف أنه جاي، السرور الموضوع أمامه، السرور، الكتاب بيقول عن الصليب هو السرور الموضوع أمامه. إذن مهم قوي نعرف دوت، المسيح مش شخص ضعيف، لأنه ناس كتيرة أخواتنا بيقولولنا كده، بيقولولنا أنتوا بتعبدوا إله ضعيف. لا، هو المسيح جاي وعارف أنه في يوم من الأيام حيصلب، وعارف كل حاجة بعلمه السابق. إذن ما حصلش دوت فجأة ولا بدون سابق إنذار، لا، هو كان عارف وهو يعلم، حتى كتاب بيقول وهو يعلم أن ساعته قد جاءت. فإذا في حاجات كتيرة بتقول، والنبوات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، نبوات يمكن في 350 نبوة وأكثر عن موت المسيح في العهد القديم. فإذا الكتاب كله بيقول أنه المسيح هيموت في ملء الزمان، في ملء الزمان، ومكتوب كده الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فإذا الله بعد ما كلمنا بالأنبياء ابتدى يوضح وجاب المسيح في الوقت، في ملء الزمان، في وقت محدد. حضرتك كنت بتتكلم على آدم، يا ترى بالظبط إيه خطية آدم؟ هو أنه هو كل من شجرة ربنا قال له ما تقولش منها، ما احنا بنعمل حاجات كتيرة زي كده وأكتر كمان بكتير، يعني إيه، يعني المشكلة، يعني هو ربنا وقف لنا بالوحدة؟ خطية آدم أنه سمع كلام حواء. لا بس هو كان مبسوط على فكرة، هو كان مبسوط مقتنع انه يسمع كلام حواء، لانه ما كانش يقدر يقعد في الجنة لوحده. الفكرة فضل. هي الفكرة انه هي اختيار بالانفصال. آدم وحواء اختاروا، صحيح، انه يعصوا الوصية الوحيدة من ناحية النهي،
يعني هو أوصاهم أنه يعملون الجنة ويعملوا الأرض ويكثروا، كان كثير الوصايا، لكن وصية النهي عن شيء معين كانت بحسب علمي، ممكن أكون أنا يعني غير دقيق، لكن أنا بحسب قراءتي هي وصية واحدة، صحيح، من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا الشجرة اللي موجودة في الوسط اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، يوم تأكل منها موتا. الموت آدم كان فاهم. أخت ليدي أنا بس حاب يعني أسلط الضوء على شيء، أحيانا القارئ الكتاب المقدس يتوقع أنه قصة آدم وحواء مع الله هي فقط اللي يعني الأحداث هي فقط اللي ذكرت بالكتاب المقدس، وهذا الشيء غير صحيح، لأنه كان عمرهم طويل، يعني هم عاشوا، يعني مش اليوم عمل آدم وثاني يوم عمل حواء ويوم الثالث أكل من الشجر، نو كان هناك مشوار من العلاقة، كان هناك مشوار من 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 المشاركة بين الله وبين آدم وحواء. لذلك آدم وحواء كانوا مدركين هاي الكلمة، أنه يوم تأكل منها موتا تموت، كان مدرك الموت، كان مدرك أنه هناك انفصال، كان مدرك أنه هناك حالة حيكون فيها آدم وحواء غير الحالة اللي خلقهم فيها الله. لذلك هم اختاروا أنه نموت، لأنه شهية كانت للنظر، فاختاروا أنه يعصون أو يكسرون الوصية الوحيدة اللي فيها النهي أو لا. فالوصايا العشرة في لا تزني لا تقتل، هنا كان في لا وحدة، لا تأكل من هاي الشجرة لأنه لخيرك، مش لأنه عشان قواميسي ونواميسي ما تكسر، لخيرك حتى لا تموت، لأنه يوم تأكل منها موتا تموت. فخطية آدم هي التجاوز، هي عدم تحقيق الهدف اللي لأجل الله خلق آدم، ألا وهي أن يكون في علاقة معه. صحيح، غاية وجودنا على الأرض أنه نتواصل مع الله، نكون أحياء ونتواصل مع الحي اللي هو موجود إلى أبد الآبدين. كسروا هاي الوصية، لم يصيبوا الهدف، والنتيجة كانت الموت، الانفصال، ليس الموت الجسدي لكن الانفصال والطرد من محضر الله. صحيح. وعلى فكرة أنا عايز أقول حاجة، أنه كل شجر الجنة على فكرة كان بهجة للعيون، وكتاب يذكر دوت، لكن الوحيدة اللي شهية للنظر هي اشتهيتها، وطبعا خدت منها وقدت لزوجها أكلت وقدت لزوجها أكل. وزي ما حضرتك بتقول فعلا، وكتاب بيذكر لنا أنه حصل موت. هل آدم وقتها مات؟ يعني هو أكل من الشجرة، هو وقتها مات جسديا؟ لا، جسديا لم يمت آدم، والدليل أنه عاش 900 سنة و 900 وشوية، لكنه الموت هو الانفصال عن الله. واليوم احنا في هذا الزمن، الكرة الأرضية يمكن التعداد يمكن 6.7 or 7 maybe billion من الناس، لكن كمية الناس اللي هم أموات هم أكثر من الأحياء. الأموات روحيا، أنا أقصد روحيا، هم على قيد الحياة لكن هم أموات. لذلك قيد الحياة لا يعني شيء عند الله، موجود على سجل الحياة لا يعني أنه أنت حي. الدليل الوحيد على أنه أنا حي أنه هناك تواصل مع الله، هناك شركة مع الله، هناك علاقة مع الله. لو هذه العلاقة منقطعة، لو هذه العلاقة غير موجودة، أنا كائن حي لكن ميت روحيا، حي بالجسد والنفس لكن أنا ميت روحيا. بمقاييس الله أموات بالذنوب والخطايا. لذلك هنا يأتي الصليب، هنا يدخل الصليب، هنا يأتي اللي مكتوب أنه حمل في جسده على الخشبة خطايانا. الصليب هو الحل الوحيد، الصليب هو الطريقة الوحيدة التي نستطيع أن نعبر من الموت إلى الحياة. إذن حضرتك بتقول أنه آدم ما أكل من الشجر، هو وحواء، اللي حصل أنه هما سمعوا كلام طبعا الحي اللي هو إبليس، واللي حصل أنه هو بدل ما كانوا هما أسياد الأرض ورب كان مديهم أنه هما يتسلطوا، سلطان. السلطان ده خدوا طبعا إبليس. لكن أنا عايز أقول حاجة، يعني هو آدم وحواء ما عملوش غير خلطة واحدة فقط، واحدة بس، ما عملوش يعني هو واحدة بس. ليه ربنا ما صفحش عن آدم؟ يعني
الله زي ما احنا عارفين انه الله غفور رحيم والله بيصفح وآيات كتيره جدا في الكتاب المقدس بتقول ان هو اله غفور رحيم. كان ممكن يتوب توبه نصوحه زي ما الناس بتقول انا هتوب توبه نصوحه وهعمل حبه اعمال حلوه وخلاص وربنا ينسى لي ودي تلاشي دي الاعمال الحلوه تمسح الاعمال الوحشه. ايه رايك؟ احد خدام الرب قال اللي خسرناه بالجنه او في جنه عدن بالاعمال لا يمكن استرداده بالاعمال. مقولة رائعة. اللي خسرناه بالأعمال لا يمكن استرداده بالأعمال. وخليني يعني أنا حاخذها تطبيق عملي على حياتنا. أنت يعني أو الشخص اللي دا يسأل إنه هي خطية واحدة. لو سألت لورا دلوقتي ولورا زوجتي طبعاً مراتي yeah. لو سألت لورا تسمحي لي أخونك مرة واحدة بس وأكسر العهد أكسر العهد مرة واحدة بس هي مرة واحدة وأتوب. مش حرضة وأوعدك أنه مش عاملها تاني. Exactly. الموضوع اللي صار في جنة عدن هو خيانة هو كسر عهد وكسر وصية لذلك هي وحدة هي وحدة لكنه هي نقلت آدم من النور إلى الظلمة هي نقلت آدم من كائن حي يتواصل مع الله الحي إلى كائن ميت من كائن صاحب سلطان إلى تحت سلطان شرير. فالموضوع هو ليس عدد خطايا الموضوع هو علاقة. أنا مركز كثير على العلاقة لأنه صحيح. اللي أتى المسيح يسوي ليس دين ولا أعمل ولا تعمل ولو زكيت وعشرت وسويت حمحيلك الشهوة والكلام الرديء. الموضوع علاقة الموضوع التصاق. من التصق بالرب فهو روح واحد, فهو روح واحد. الموضوع هو وحدة. الموضوع هو ليس كمية الخطايا لكنه ثمن أو غلاوة الشخص المقابل اللي أنا في علاقة معه. فبالنسبة لآدم وحواء الموضوع كان أنه أصير كالله في حين أنه في العهد الجديد نحن موعودين أنه نكون كالمسيح الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. طبعا موضوع كبير مش هنكون مشابهين صورة الابن في الأزلية وفي في اقنوم الثالوث اطلاقا لكنه الصفات الأدبية صحيح والسلطان وقامنا معه واجلسنا معه. طبعا كلام ما اريد اسبق ما اريد اسبق واحنا نتكلم عن القيامة لكنه خطية واحدة. نعم أجرة الخطية خطية واحدة موت. يس عجبني قوي اللي حضرتك بتقوله it's not a religion. المسيحية مش دين it's a relationship علاقة yes. والعلاقة أقوى بكتير yes. قوي من تدين. تدين أنا أروح الكنيسة أو أروح مكان العبادة وأصلي شوية وساعة لقلبك وساعة لربك خلاص أو أنا رحت الكنيسة عملت اللي عليا عملت الفروض اللي عليا وبعد كده أعيش حياتي براحتي. لا طبعا هي علاقة العلاقة مستمرة وعلاقة عهد زي ما هنعرف بعد كده. لكن ممكن أرجع لموضوع العيلة شوية يعني بس تفضل. عشان تكون واضحة أفضل أفضل تشبيه أعطاه الرب في علاقتنا معه وعلاقتنا مع الأخوة المؤمنين فشبه علاقته هو بالكنيسة أو جماعة المؤمنين بالعريس والعروس أو الخطيبة وشبه علاقتنا إحنا مع بعض بأخوة وأخوات وشبه علاقته الفردية مع المؤمن الواحد علاقة الأب والابن وعلاقة الأم بالرضيع. فلو جمعنا كل هذه الصور هو يريد يوصلنا لفكرة الوحدة يريد يوصلنا لفكرة العلاقة وليس الصداقة فقط فرغم أنه الله يريد أن يكون صديق كما يسمي إبراهيم خليل الله لكنه وليس سيد فقط معبود مهاب بعيد متسلط عند مجموعة من النواميس وأنت مطالب أنه تسوي هذا النواميس سامحوني يعني كما يقول البعض عشان يعني نتجنب شر ها يعني لا الموضوع هو الذي يحبني يحفظ وصاياي. موضوع حب موضوع في علاقة وفي راحة في ارتياح أنا مرتاح في علاقتي مع الله صحيح. وهذا دليل هل أنا حي أم ميت. إن كنت تشعر بعدم ارتياح في علاقتك مع الله من فضلك راجع نفسك وراجع العلاقة اللي أنت داخل فيها مع هذا الإله. هو يعطي الراحة تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا
وريحكم. هو وعد بكده فعلا. وكتاب بيقول لنا فكرة انه خطية واحدة، يعني دايما يقول لك ده حاجة واحدة، ده كذبة واحدة، ده سرقة واحدة، حاجة واحدة. الكتاب بيقول من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل، مجرما. ويمكن في تشبيه دلوقتي بيحضرني، لو أنا ماشي في الشارع وسايقة عربيتي وبعدين كسرت الإشارة، اللي بيحصل أنا باخد تيكت، يعني باخد مخالفة. المخالفة دي بغض النظر عن حياتي قبل كده، كنت ماشي كويس جدا وما عملتش أي مخالفة قبل كده، لكن فعلا بتتسجل في سجل عندي في التيكت أن أنا ومش مش ممكن اروح لاداره المرور واقول لهم اوعدكم انه الشهرين اللي جايين مش ام جونا بي يعني هبقى كويس اون رول مش نو باي ات فيرست، اعملها ادفعها الاول وبعدين اللي بتعمله ده يو هاف تو دو ات، انا لازم تو فولو ذا رولز. صحيح، بس يعني وانا بتبع الارشادات مش حيعفيني من المخالفه اللي عملتها. اجره الخطيه موت أدبي، موت أبدي أيضا في العلاقة مع الله. لكن كمان عايزة أقول حاجة، أنه لو أنا في يوم من الأيام سرقت، بيحبسوني وبيقولوا ده حاجة نقطة، بقيت مجرم في نظر القانون والدولة مهما كانت حياتي، وهي غلطة واحدة بس. لو أنا قلت لهم أنا هسرق وبعد كده الفلوس دي هوديها الكنيسة، هيقولوا خلاص؟ لا طبعا، لا طبعا. فإذا كان العدل الأرضي ما بيرضاش، ما بنعمل غلطة واحدة ما بيرضاش إنه هو يتجاوزها ويعديها، العدل السمائي هيعديها؟ ما أظنش. لكن أحيانا بنقول إنه آدم وحواء أخطأوا، كل واحد يموت بذنبه، إحنا مالنا؟ يعني المفروض اللي أخطأ هو اللي يموت وهو اللي يحصله ده كله. احنا صحيح اولادهم وناس لادم وحواء، لكن احنا مالنا؟ هم اخطاوا وهم يتحملوا، احنا نطلع من غير خطيه. ايه رايك في كلام في قانون ممكن يعني انا حسميه، هو مش كذا بس انا حتى اوصل الفكره، في قانون الله وضعه ليه بعد سلبي وفيه بعد ايجابي. القانون هذا بيقول انه الانسان الاول هو المسؤول أمام الله، وأي شخص يخرج من الإنسان هذا هو حيرث صفات هذا الإنسان. أنا مش عايز فلسفة تكون، يعني آدم كان مسؤول أمام الله وآدم أخطأ، وإحنا لأنه كنا في صلب آدم، لأنه بطريقة أو بأخرى يعني لأجيال طويلة إحنا سلالة آدم. صحيح. توارثنا ما كان موجود عند آدم. هذا الجانب السلبي. يعني إحنا توارثنا. قبل ما أنتقل للجانب الإيجابي، خليني أرد على السؤال اللي سألته أخت ليديا. يعني وإحنا مالنا صح؟ يعني صحيح. هو آدم اللي أخطأ. هو اللي أكل من الشجر. هو اللي أكل. لو كنت أنا مكان آدم، هل كنت راح يعني أسوي شيء ثاني؟ هل كنت راح ألتزم بالوصية؟ أسأل نفسك أنت. أي واحد يسأل نفسه. ولو كنت أنت أو لورا محل حواء، وجدت الحية اللي هي إبليس وأمام الإغراءات، هل ممكن كان تسوون يعني you guys أحسن من حواء؟ لا. I don't think so. Yes. ليش؟ لأنه الكائن البشري، الكائن اللي في آدم واللي يشبه آدم، هما تركيبة واحدة. ويميل في داخل ميل للعظمة. خليني أقول شيء ثاني، ليس فقط آدم، حتى المخلوقات الروحية اللي هم الملائكة في داخلهم ميل للعظمة. صحيح. لأنه العظمة يعني حاجة حلوة صح؟ يعني مثلا لوسيفر لما كان قائد مسبحين وكان يعني ألحان وحتى يوصف أنه الهيبة والملابس اللي كان عنده، لكن بالرغم من هذا يعني فكر أنه أرفع كرسي فوق العلي ويعني أقعد في جبل الاجتماع وأكون أنا مساوي لله. فهذه الرغبة موجودة. فأحيانا نلقي باللوم على آدم وحواء وإحنا لا نعلم أنه إحنا ندين نفسنا بهذا الشيء، لأنه إحنا أيضا كان تصرفنا بنفس هذا التصرف. الله صالح، الله محب. لو كان يوجد هناك إنسان آخر يعني يبلي أحسن من آدم وحواء، صدقوني الله كان خلاه مكان آدم.
لكنه الله يعلم من هو الإنسان ويعلم جبلة الإنسان ويعلم قبل أن يخلق آدم أنه سيسقط وسيكلف الكثير. صحيح. لكن أنا أريد أشير النقطة أحيانا نتجاهلها. في العهد القديم أكثر من 100 مرة ذكر لقب ابن آدم أو بني آدم في العهد القديم. تخيل أنه في العهد الجديد ولا مرة ذكر ابن آدم أو بني آدم إلا مرة واحدة لما يتكلم بإنجيل لوقا صح الثاني عن سلالة الرب يسوع، ولما نبتدي يتكلم عن السلالة وصل إلى شيت بعدين ابن آدم. المرة الوحيدة. وكأنه بالعهد القديم الروح القدس يذكر الإنسان أنه أنت ابن آدم، أنه أنت خاطي، أنه أنت محتاج للخلاص. لكن في العهد الجديد هناك مصطلح آخر، وهذا هو الجانب الإيجابي في هذا القانون. فنحن توارثنا الخطية من آدم، لكنه في آدم يموت الجميع. صحيح. توارثناه. في المسيح، شوف هذا تكملة القانون، هذا الجزء الثاني الجزء الإيجابي. في المسيح ننال كل ما للمسيح كما نلنا في آدم كل ما لآدم. القانون هذا إيجابيته أنه في المسيح تنال كل ما للمسيح. ونشوف أنه ابن الله وطوبى لأولاد الله. طبعا بالعهد القديم آدم، بالعهد الجديد آدم الأخير هو المسيح. في العهد القديم بني آدم، في العهد الجديد أنا وأنت مش مدعوين بني آدم أنيمور، أنت وأنا اللي قبلنا الرب يسوع. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد. تحولت بنويتنا، تحول ميراثنا من آدم إلى المسيح. لذلك يعني تضيع للوقت صدقيني يا أخت ليديا لما الإنسان يبقى يتذكر وليش آدم أخطأ وليش آدم. أخي وأختي ليش ما تفكر تقول ما الذي فعله المسيح لكي يمحو ما فعله آدم، وتمتع بهذا الشيء وأنال الميراث. أنال ميراثي، أنا وارث الله مع المسيح. صحيح. لذلك الجانب أنا سميته سلبي أنه توارثنا من آدم، هذا القانون. لكنه الجزء الثاني من القانون، يس في آدم ترث، لكن في المسيح ترث الخلاص والبر والقداسة والحق والحياة الأبدية والصفات المسيح الأدبية. ترث الحياة، في آدم مات الجميع، في المسيح سيحيى الجميع. صحيح. لذلك التركيز للخلف كثيرا ما راح يخليك تقدم للأمام. انسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. المسيح أمامك، اللي مسيح اليوم دي يوجه لك هاي الدعوة. المسيح صلب قبل 2000 سنة، حمل خطاياك من 2000 سنة، لكن أنت لازلت عايش في آدم. هو دي يوجه لك دعوة، تريد تنتقل من البنوية والوجود في آدم إلى بنوية الله والوجود في المسيح. إن كان أحد في المسيح انتهى موضوع. وإذا كلمنا اليوم انسى آدم. في المسيح فهو خليقة جديدة، في آدم خليقة قديمة ساقطة فاسدة ميتة، لكن في المسيح خليقة جديدة، خليقة لها نصرة لها سلطان، جالسة في السماويات ترى الأمور من فوق. نحن من فوق، مو لأنه أصلنا من فوق، لكن لأنه إحنا في المسيح فنحن من فوق. أمين. إذن زي ما الكتاب بيقول، من أجل ذلك أنما بإنسان واحد دخل الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إذن أنا زي ما باخد من والدي أو والدتي صفات شكلية، زي ما بورث لو بابا غني أو العكس، بورث كل حاجة من بابا وماما، نفس الحكاية بورث من آدم. لكن شكرا للرب أنه رب النهاردة بيدي فرصة رائعة جدا لكل شخص. لو أنت بتسمع الكلام ده لأول مرة، لو أنت نفسك تتنقل من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته زي ما الكتاب بيقول، عايز تتخلص من عادات يمكن سنين طويلة قعدت أسير للعادات دي، الرب يقدر النهاردة يجي النهاردة ويلمس حياتك ويغير حياتك. وزي ما الكتاب بيقول إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة. أمين. الأشياء العتيقة قد مضت. صدق إن الرب يقدر يحررك، صدق إن الرب يقدر يغيرك. صدقوني ناس كتيرة مدمنين دلوقتي، ومدمنين سجاير ومدمنين حاجات كتيرة قوي، وابتدوا فعلا بيبعتولنا على السوشيال ميديا، يا جماعة احنا عايزين نعرف الرب،
الفيروس بيجي على الناس دول اكتر، المناعه بتقل، في امراض كتير قوي فعلا بتساهم انه الانسان يضعف. امراض الخطيه، الخطيه عايزه اقول لكم بتنجس وبتجرس وبتفلس وبتمرض كمان. الخطيه خاطئه جدا، عشان كده الكتاب بيقول تعالوا النهارده هو ذا اليوم، يوم مقبول، الوقت وقت خلاص، اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. تعالوا بينا النهاردة نرنم مع الأخت لورا ونعظم الرب العظيم الصنيع فيما بيننا. مكتوب إنه محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت لك الرحمة، لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك، أنت أحببتني للمنتهى. مكتوب. جديد صنعت لي.
مكتوب الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نحن نحبه لماذا؟ لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المجاهد، حسيت بمحبة الرب؟ حاسس أنه إلهك بيحبك؟ لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجل أحبه. أخ جوني، أحيانا كثيرة الناس بتقول أنه كان زمان في العهد القديم أما شخص يخطئ بيحط إيده على كبش أو حيوان معين، واللي حصل الخطيئة بتتنقل للحيوان ده وبيدبح الحيوان ده وبيسيل دمه، ودي طريقة اللي الرب قالها لموسى وكلنا عارفينها وعايشين في العهد القديم كله على هذا المنوال. لكن اللي حصل أنه أحيانا بنقول أنه الحيوان طبعا مش مساوي للإنسان، لكن إيه المانع أنه الله كان يرسل ملاك أو رئيس ملائكة أو نبي أو رسول والشخص دوت يقوم بالمهمة دي، لكن هو ينزل نفسه؟ ده موضوع صعب قوي قوي، وناس كتير بتقول أنه مش ممكن، ده حاجة مستحيلة، الله شخصيا ينزل، ده حاجة صعبة ومستحيلة. خلينا نحسب موضوع الملاك، لأنه الملاك أخطأ، والملائكة كائنات حية حرة عندها إرادة. صحيح. والكتاب يعلمنا أنه أخطأوا وثلث الملائكة سقطوا مع الله سيفر. مع صح؟ الشيطان. فيعني أخت ليديا، لو فهمت محبة الله حفهم الصليب. لو فهمت غلاوتي عند الرب حفهم الصليب. بس لو لسه أنا نظرتي قاصرة وصغيرة عن نفسي وأنا بلا قيمة وأنا خاطي وأنا نقص، وأنا راح أستبعد فكرة أنه العظيم. صح؟ فالملاك أخطأ، الإنسان أخطأ، فآدم أخطأ. صح؟ صحيح. والملائكة أخطأوا. طب والرسل والأنبياء عفوا، الرسل والأنبياء بيخطئوا؟ ما هو الرسل والأنبياء ولدوا أموات بالذنوب والخطايا، يعني هم توارثوا من آدم. هل في دليل أن الأنبياء بيخطئوا عندنا في الكتاب المقدس؟ في الكتاب المقدس، روعة الكتاب المقدس أنه يسرد القصة بكاملها. يعني لا نؤمن بعصمة الأنبياء، لكن نؤمن بعصمة الكتاب المقدس. فالكتاب صحيح. المقدس تكلم عن إبراهيم. صح؟ إبراهيم يعني هو أبو المؤمنين وهو خليل الله. إبراهيم خاف وإبراهيم كذب وعملها مرتين يعني. صحيح. ونوعا ما جازف بسارة وقال هذه أختي. ولولا تدخل الله في الحلم كان ممكن سارة يعني الموضوع يصير مختلف معها. لكن النبي هو إنسان وأنا إنسان، طبعا لا يوجد فضل النبوة، ما عندناش فضل النبوة بالموضوع. يعني هو النبي إنسان وخاطئ، لكن الله أعطاه هذه الإمكانية حتى يكلم الشعب، يأخذ من الله ويعطي للشعب. فموضوع أنه نبي ممكن يفديني، الموضوع مش حينفع، لأنه أبديتي وخلاصي. وأنا ليش أرجع للنقطة الأولى، أنه لو عرفت غلاوتي ولو عرفت الموقف المحرج اللي أنا فيه وجدية الله أنه يخلصني، فهو مش راح يخلي موضوع خلاصي في إيد شخص ممكن يغلط ممكن لا. أنا عايز يعني أقول حاجة بس صغيرة، يعني أحيانا بيعايرونا بيقولوا لنا أنتوا كتابكم المقدس كاتب خطايا أنبياء وخطايا قتل وزنا، إزاي كتاب مقدس يبقى فيه خطايا زي دي؟ ما هو لأنه هو كلمة الحق، فهو بيتكلم عن الحق، وداود أخطأ فهذا حق أنه يذكر، لكن إذا أخفيته فصار كذب في الكتاب. صحيح. لذلك هي كلمة الحق، والحق يحرر أخي. يعني لا أنا ولا أي شخص راح يقدر أنه ينفي أخطاء الأنبياء، حتى لو حطينا رأسنا في الرمل وقلنا لا كانوا معصومين ولا كانوا خطاة، الجميع زاغ وفسد. واليوم في زمننا الكل يخطئ،
وفي زمن الأنبياء الكل كان يخطئ. يعني هل من المعقول أنه عشرات الأنبياء ولا واحد منهم استطاع وتجرأ أنه يكتب ضد التوراة وضد الإنجيل ويقول لا لا هم بيكتبوا أنا كامل ولا أخطأ؟ بالعكس أرمية اللي شفناه يتوسل ويتكلم أمام الرب ويعني لا تسبيهم ولا وصل مرحلة I give up do whatever you want لأنه الشعب بدأ يسمع 20 سنة أو 23 سنة يتكلم وينبه ويحذر بعدين الرب قال له السبي قادم آتي آتي صليت ما صليت لأنه هذا الشعب ابتعد عني. لذلك خلينا نأخذها في طريقة عملية نرجع مرة ثانية للعائلة والأسرة والعلاقة. أنا اليوم لابس ومتشيك وطلعت من البيت ونفرض أنه أنا ساكن في مكان فيه حفر وابني الصغير العاجز سقط في هاي الحفرة وطبعا كل أب يشاهدني أو كل أم أو يعني حط يعني خلي طبق هذا الشيء على نفسك هل راح تسمح لنفسك أنه حتى ملابسك لا تتوسخ تشوف أي واحد من الشارع أو جارك وتقول له ممكن تطلع ابني وفي في في وحط في عين الاعتبار عشان لبس شيك يعني حط في عين الاعتبار أنه هذه الحفرة فيها طين وابنك بيموت لو أب محب مش هيسيبه لكن لو أب مش محب شفتي وين رجعنا الله شوفوا الآية الرائعة الموجودة في فيلبي الرب يسوع مكتوب عنه أنه أخلى نفسه شفتي هاي اللي خلع الشياكة ها العظمة اللي أنت شايف أنه من المستحيل أنه يعملها أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في هاي الهيئة اللي أنت تستبعدها لكن هي غير يعني مستبعدة ومستحيل لأنه والله قادر على كل شيء هو قادر أنه يتأنس وقادر أن يأخذ صورة إنسان لأنه تجلى في عليقة لموسى فهو يستطيع أن يتجلى في إنسان أعتقد الشجيرة الإنسان وتكلم أعظم. من الجبل صحيح يقدر يتكلم من إنسان لذلك أخلى نفسه شوف الرب يسوع أخذا صورة عبد صائرا في شبه ولما وجد فيها هيئة أطاع حتى الموت موت الصليب صحيح. لذلك أنا اليوم لو خايف على ملابسي يعني ولو أعتقد هذا جهل و النفسي أنا أعتبره غباء أنه ابني يموت وأنا أفكر ملابسي أغيرها وألبس ملابس قديمة حتى أنا راح أنزل وهاي الكلمة موجودة في سفر الخروج لما الرب يسوع لما الله كلم موسى قال سمعت صراخ الشعب ورأيت مذلتهم راح أنزل صحيح أنزل حتى أطلقهم ولا أحد اعترض على كلمة أنزل بالعهد القديم لكنه شقق السماء ونزل صحيح وولد من عذراء حتى يخلصك لأن أنت محبوب أنت محبوبة برغم من عيوبك برغم من خطاياك برغم من المكان اللي أنت موجود فيه الآن يمكن مو هو المكان اللي المفروض تكون به لكن تعرف ينوات أنت محبوب وأنت لك حياة أبدية في المسيح يسوع يسوع دفع ثمن خطاياك أنت مش محتاج تدفعها مرة ثانية أنا اليوم أدخل مطعم وأكل ويجي شخص يدفع الفاتورة أنا مش محتاج أروح أدفع الفاتورة مرة ثانية لو صدقت كرم هذا الشخص لو صدقت أنه هذا الشخص دفع عني أنا مش محتاج أنا محتاج أتمتع بالطعام وليس أهتم بالفاتورة لأنه شخص آخر دفع الفاتورة صحيح جدا صحيح ويمكن في إشعياء 59:16 بيقول فرأى أنه ليس إنسان وتحير منه وليس شفيع بيتكلم على الرب فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده ما كانش في حد يقدر يعمل ده لكن هل في شروط للشخص اللي يقدر يفدي الإنسان أكيد في شروط والشروط هذه موجودة في الله فقط هي شروط الله زي إيه ومتواجدة في الله فقط الشرط الأول يجب أن يكون بلا خطية وإلا يعني يعني هو مديون ويروح يدفع دين صحيح. يعني هو محكوم يعني عليه بالإعدام ويروح يدي واحد محكوم يعني لا نستطيع صحيح. أن تلاعب بالمحكمة صح بالعدالة صحيح. فيجب أن يكون خالي من الديون خالي من العيوب وهي كانت واحدة من صفات الحمل الفصح أنه ما يكون فيه عيب ويحفظ إلى اليوم 14 حتى يقدم كفصح فالرب يسوع وجدت فيه هذه صح؟ صحيح طبعا بلا خطيه
لم يعرف خطية لم يفعل خطية. وحتى الكتب اللي هم يسموها سماوية اللي هي مش سماوية تشهد أنه هو بلا خطية. صحيح. وإبليس لما نيجي عشان سهو وقف مرة قال كده من منكم يبكتني على خطية، في وسط الشعب وفي وسط الناس وأهله وعشيرته قال من منكم يبكتني على خطية. إذن هو فعلا بلا خطية. فالفادي لازم يكون بلا خطية. صحيح. غير مديون. الفادي هذا لازم يكون مساوي للمفدي، مش أقل، أكثر بس مش أقل. يعني أنا اليوم أجي أفدي إنسان بخروف كمان، يعني أنا عندي 1000 خروف وممكن أخسرهم كلهم لكن ما أخسر إنسان واحد. القيمة زمان كان كده في العهد القديم، في القديم كانت أمور آنية. في القديم كانت أمور رمزية ترمز لما سيفعله المسيح. والشعب العظيم. الشعب والشخص اللي كان يؤمن. ما هو شوف يا أختي ليديا، الإعلان متدرج صح؟ إعلان صح. إعلان الله عن نفسه وعن الخلاص وعن خطة الفداء كانت متدرجة. فبحسب الإعلان اللي كان موجود في ذلك الزمن، الإنسان يؤمن بهذا الإعلان كان يتبرر. صحيح. وإحنا لما نقرب سفر العبرانيين صح 11 أبطال الإيمان، أول الأشخاص اللي مكتوب عنه وأنه تبرر بالإيمان هو هابيل. yes. صح؟ قدم ذبيحة اللي كان معروف عنده أنه قدم ذبيحة حيوانية فقدم. الشخص الآخر اللي مكتوب عنه هو نوح. ومكتوب عن نوح أنه صار وارثا. شوفي كلمة وارثا معناتها شيء موجود قبله صح؟ فأنا أرث ما لأبائي. فصار وارثا للبر الذي بحسب الإيمان. لأنه خاف فبنى فلك لنجاة نفسه. فالإعلان كان موجود عند نوح أنه هناك طوفان جاي، هناك هلاك قادم، خاف. وأنا أتمنى اليوم أنه ناس تخاف مش من الله لكن من الغضب الآتي. الله لا يوجد فيه أي شيء يخيفك، الله محب، لكن هناك غضب معلن على فجور الناس وإثمهم، على خطاياك، على فجورك، وعلى فجوري كان هناك غضب. لكن يسوع حمل هذا على الصليب. وكل شخص لا يختبئ في المسيح. القس ميلاد من نيويورك دائما لما يخدم عندنا بالكنيسة يقول تخبى في قلبيته. صحيح. اهرب ليه؟ مش اهرب منه. البسوا المسيح. هناك المخبأ. البس المسيح كمختاري. البسوا المسيح، اتغطى بالمسيح. أقمصة الجلد اللي ألبسها الله لآدم وحواء مش أوراقتين، سيبك من أوراقتين. صحيح. خليك من أوراقتين، قميص جلد متفصل على قياسك، على خطاياك يسترها، على عيبك وعورتك يغطيك بالكامل. فالله يرى من فوق يسوع. صحيح. يرى عمل المسيح الكفاري. فأول شيء لازم يكون بلا خطية، غير مديون، لازم يكون مساوي للإنسان حتى الفدية تكون كفوة صح؟ كف. الشرط الثالث لازم يكون مساوي لله. طيب مين مساوي لله؟ من في السماء يعادله؟ هو فقط. لذلك أنا قلت شروط إلهية ولا تنطبق إلا على الله. لذلك يجب أن يكون إنسان يشابه الإنسان، يجب أن يكون الله، لأنه الخطية موجهة إلى الله. صحيح. فاللي يدفع الثمن لازم يكون هو. النقطة الأخرى اللي يجب أن يكون مشابه لله أو يكون كالله، لأنه العدد اللي محتاج إلى فداء عدد غير محدود. صحيح. فلا يمكن واحد، يعني اليوم إحنا لو فكرنا أن هناك 10 محكومين عليهم بالإعدام، بعدين يتقدم شخص ويقول أنا حفدي هذول 10. نو أنت تفدي واحد. صحيح. واحد مقابل واحد. لأنه العدد غير محدود من الخطاة، هو طبعا محدود في علم الله، الله يعرف كم عدد البشر اللي عاشوا من آدم إلى آخر إنسان، لكن عندنا هو غير محدود، ما محددين، لا نستطيع. لذلك لأنه العدد غير محدود فالفادي يجب أن يكون غير محدود. صحيح. يعني قيمته ووجوده هو يكون غير محدود، يكون أزلي أبدي، قبل الإنسان وبعد الإنسان، من قبل أول إنسان وإلى آخر إنسان، يستطيع أن يغطي ويا الكفارة. هذا جزء من فكرة الكفارة. اليوم إحنا لو حبينا نغطي الطاولة هذه نغطيها بالتمام، يجب أن تكون قطعة القماش أكبر من الطاولة حتى نغطيها. لا ما ينفع تكون مساوية. صح. وإلا هذه ليست كفارة، ليست غطاء.
هذا نص غطاء. إذا حبيت تغطي شيء بالكامل يجب أن تأتي بشيء أكبر من الشيء المراد تغطيته. لذلك بلا خطية بلا ديون مساوي للإنسان مساوي لله. وطبعا يعني لو حبينا نتكلم عن كل وحدة منهم ونتفرع سنجدها صحيح. تنطبق فقط على المسيح على ولا حتى واحد. على تلاميذ المسيح شخص واحد صحيح على شخص ربنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد اللي أخلى العظمة والشياكة ونزل حتى ينقذني أنا اللي كنت في طين الحمأة وكنت أموت كنت ذاهب إلى الموت لكن نزل وأنقذني وألبسني ووضع خاتم في يدي وحذاء في رجلي وعمل فرح وقال تعالوا هنموا وافرحوا لأنه جوني كان ضال فوجد كان ميت فعاش. هل هذا الكلام راح ينطبق عليك؟ هل أنت سمعت يوم الأيام مغفورة لك خطاياك وأنه أنت رجعت للبيت وأنه الله فرحان بعودتك؟ هذا السؤال أتركه معك. أمين أمين. الرب النهاردة يعمل في القلوب أمين. لأنه مكتوب ونحن أمواتا بالذنوب والخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان ذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال. بطل تعمل أعمال حلوة لكن لازم تكون في المسيح تقدر تعمل أعمال حلوة لأن أعمال برنا كفرقة حائط وكثوب عدة. الأعمال البر مش ممكن ورق التين ما ينفعش ورق التين ما يسترش لكن أما تبقى في المسيح تقدر تثمر ثمر جيد وثمر رائع واللي هي الأعمال الصالحة. تعالوا بينا نرنم فقرة رائعة مع الأخت لورا. أهلا وسهلا بيكي تاني. Thank you. فضلي حبيبتي. تعالوا يا خطاة لمنبع الحياة يا يسوع مات من أجل الخطاة يا يسوع مات من نشكر الله لأنه يقودنا في موكب النصرة كل حين أحبني وأسلم نفسه لأجل الذي أحبني بيحبك
بيحبك لدرجة أنه مات عشانك، بيحبك وأنت ميت في الذنوب والخطايا، وهي دي المحبة المخلصة. وهو ده يسوع اللي احنا بنعرفه بنعبده، إله محب. ما قالش أنا بحبك وهو في السماء، لكن نزل لأرضنا وتهان ومات عشاننا، لكن على الصليب عمل حاجة جميلة، كان فاتح دراعاته عشان يملاها بالناس. قال أنا عطشان، عايز نفوس كتيرة وعايز قلوب كتيرة تيجي النهاردة وتترمي في حضنه. ياللي تعبان، ياللي خاطي، ياللي دقت والخطية مررتك، إبليس عنده متع، لكن عايز أقولك بيدفعك الفاتورة من دمك ومن سمعتك ومن فلوسك ومن أهلك ومن كل اللي حواليك. تعال للمسيح النهاردة، تعال للمسيح النهاردة واحتمي فيه، احتمي في دم الفادي عشان يكون ليك حياة أبدية. الوقت بيجري بسرعة، ودايما الأوقات الحلوة بتجري بسرعة. لكن عايزين نعرف يا ترى المسيح أما مات زي ما احنا عارفين قعد 3 أيام في القبر، لكن ما انتهتش حياة المسيح في القبر زي ما كل العالم بتنتهي حياته في القبر، وكل القبور ممتلئة بأصحابها، لكن القبر الوحيد الفارغ هو قبر المسيح. لكن أحيانا في ناس كتيرة بتقول ما هو العذر قام من القبر، الفرق من العذر قيامة العذر وقيامة المسيح؟ الفرق أنه العازر المسيح أقامه، فهو كان محتاج إلى شخص يقيمه بين الأموات. لو صحيح. ما كانش الرب يسوع أتى كان العازر ميت إلى هذه اللحظة. الفرق الثاني أنه العازر بعدما أن قام رجع مات مرة ثانية. صحيح. في الجسد. الشغلة النقطة الثالثة أنه الرب يسوع هو الحياة، فمش حد من برا أعطى الحياة. وهو بيكلم مرثا لما العازر كان في القبر، قال لها أخوك سيقوم في اليوم الأخير، فقالت له أنا أعرف أنه سيقوم بالقيام يوم القيامة. فقال لها مرثا أنا هو القيامة وأنا هو الحياة. لذلك إحنا مش القيامة مش حدث ولا مناسبة فقط، القيامة شخص، الحياة شخص. صحيح. رب يسوع هو اللي أقام نفسه من بين الأموات لأنه هو الحياة. بسفر أعمال الرسل خليني أقرأ هذه الآية اللي يعني تشهد عن قوة وعظمة الرب يسوع المسيح في الإصحاح الثاني وعدد 24. الذي أقامه الله ناقضا أو جاء الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. صحيح. موجودة هي على الشاشة. الذي أقامه الله، بيتكلم عن الرب يسوع. صحيح. ناقضا أو جاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أنه الموت يمسك الحياة. لذلك العازر كان محتاج للحياة، لكن يسوع هو الحياة. هو الحياة. وموت المسيح كان من أجل خطايانا، العازر مات لأنه هو كان خاطي في آدم. صحيح. وبالطبع زي ما احنا عارفين انه الملائكة جم ودحرجوا الحجر، مش عشان المسيح يصعد يقوم، لكن هو كان قايم، بس عشان المريمات ما كانوش قادرين يرفعوا الحجر ولا يزقوا الحجر لانه كان ضخما، والكتاب بيقول عنه كده، وكان مختوم بحراس. فاذا الملائك مش هو اللي قوم المسيح طبعا، لانه المسيح هو القيامة والحياة. لكن هل في شهود للقيامة ديت، ولا يعني كان المسيح مقام قال لناس معين ومظهر لناس معين، وليه ما ظهرش للعامة كلهم؟ نرجع شوية لورا، يعني حواء هي اللي أعطت آدم أكل، فإحنا شوية نمينا على حواء. أيوة. لكنه أول أو 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 يعني كارزة القيامة هي المجدلية، هي. صحيح. أول شخص راح للقبر وشافت الأكفان موضوعة ورجعت حملت هذه البشارة. طبعا تلاميذ ما صدقوش، فرجعت هي وقالت لهم السيد مش موضوع هناك، أنا رأيت الكفن، أنا دخلت وشفت بعيني. لذلك المريمات كانوا شهود مجدلية على رأسهم، التلاميذ كانوا شهود على ذلك، أنا متأكد حتى الحراس اللي كانوا كميتين شافوا وسمعوا الزلزلة. صحيح. اللي صارت وعرفوا أنه حدث شيء عظيم في هذا المكان. بولس الرسول يتكلم أنه هناك أكثر من 500 شخص يسميهم أخ، ظهر لهم الرب يسوع، أكثرهم أو أغلبهم باقي إلى حد
أنه بولس دي يكتب هذه الرسالة. هناك شهود للقيامة، هناك شهود عن الصلب، وهناك شهود للقيامة. لكن ليش ما ظهر، ممكن واحد يسأل، ليش ما ظهر للكهنة؟ ليش ما ظهر لهيرودس، لبيلاطس، وقال له أنا اللي صلبتني، أنا اليوم قمت من الموت وأنت مش هتقدر يعني تسوي أي شيء؟ ليش ما ظهر للكهنة اللي لفقوا التهمة وأتوا بشهود زور؟ أو ليش ما ظهر للشعب اللي كان يوكلهم؟ الجواب موجود. بطرس الرسول رد على هذا الجواب وهو في بيت كورنيليوس، أعتقد الإصحاح 11 والعدد 40، يتكلم عن الرب يسوع هو دي يكرز لهم. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهر، مش أعطي أن يصير ظاهرا، لأن هو صاحب السلطان. صحيح. أعطى لنا للشهود أن يصير ظاهرا، ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم. بعدين يكمل في الآية اللي وراها لنا، يعني حط نفسه من هذولا. لذلك الله انتخب الشهود اللي كانوا يعني مزمعين أن يشهدون عن قيامة المسيح. صحيح. وليس لجميع الشعب. ظهر لناس قريبين منه كتير، وقعد 40 يوم وكان محتفظ بجراحات في جسده. ما زالت هي. لكن عايزين نعرف يا ترى إيه مفعيل القيامة دلوقتي؟ أنا دلوقتي كمؤمن بالمسيح استفاد من، عرفنا أنه المسيح أما مات عشان يشال خطيتي، لكن أما المسيح قام أنا استفدت إيه؟ هي كثيرة على كل وجه، لكن خليني أحاول أنه أختصر. أول شيء، القوة اللي أقامت يسوع المسيح هي موجودة فيه، موجودة في كل شخص اختبر ميلاد الثاني. الشيء الثاني، احنا لسنا بعد محسوبين على سكان الأرض من الناحية الروحية، لكن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، مكان السلطان، مكان الحضور الإلهي. لذلك القيامة صنعت هذا فينا. وأيضا بالكريسمس نحتفل بميلاد المسيح، لكن في القيامة وفي عيد القيامة نحتفل بولادتنا. بطرس الرسول يقول هذا الكلام، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي رحمنا، مو أبو الرحمة، الذي ولدنا لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. لو لم يقم المسيح ما كان ممكن أن نولد الولادة الثانية. صحيح. قيامة يسوع المسيح هي حياة لنا، كما في آدم متنا في المسيح نولد الولادة الجديدة. صحيح. أيضا، ويمكن كمان برضو في مكتوب في الكتاب المقدس مكتوب أنه لو لم يقم المسيح باطلة كرازتنا، باطل إيماننا. شهود قيامة، شهود زور التلاميذ، شهود زور، لن يفدى أحد من الخطية وكلنا هنهلك في خطأ ولا رجاء لنا. لكن احنا نشكر ربنا لينا رجاء في المسيح. وخير ختام يا لورا ان احنا نسمع ترنيمة. اتفضلي حضرتك. انا حقول المسيح قام من بين الاموات، قم لمارا شوخ الشمه، وبالكالديان نقول قم لمارا شوحة الشمه. تعالوا نرنم المسيح قام من بين الاموات. المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في يسوع قام حول الظلام إلى صبح، والموت لحياة، لنا الحياة به والقيامة. لا يقدر إبليس أن يضعفنا، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا.
يخرجون الآن من أرضنا. لا عبودية لا شور الردية، فالرب يكمل أيامنا. يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. هيا نعلي نهتف نغني لملك يسوع في وسطنا. رب الأرباب رفيع في المجد، سلطانه على الكل اعتلى. يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق بنشكركم. بنشكركم جدا جدا لوجودكم معانا. بنشكرك يا اخ جوني البيزي، وبنشكرك يا اخت لورا. ربي يبارككم ويستخدمكم دايما ويستخدم مواهبكم لمجد اسمه وامتداد ملكوته في كل مكان تكونوا فيه. شكرا. اعزائي المشاهدين، قام المسيح الحي، هل مثل المسيح ترك قمته، ام لا تزال موسدا في القبر ترقد حيث انت؟ فالكتاب بيعلمنا، بيقولنا في كولوسي 3:1، فإن كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرم المباشر. والرب معكم. المسيح قام بالحقيقة دي.